هناك شروط قد لا تتناسب الآن مع كل السوق المصري، وممكن ما تتناسبش إلا مع شريحة بسيطة جدا من السوق المصرية، لأن هم بيشترطوا أولا لأن كل الضوابط الحالية الموجودة من المملكة العربية السعودية تعتبر ليست دائمة ولكنها بصفة مؤقتة. يعني ايه لو تشرح لي اكتر؟ يعني هم حطوا ضوابط انتوا شايفين انها لا تتسق مع السوق المصري؟ لا، هم حطوا ضوابط تنطبق مع الحالة الاستثنائية التي نعيش فيها، اللي هي الكورونا وكده، وانهم والمملكة العربية السعودية تتعامل مع العالم الإسلامي بشكل كامل. تمام. وليست دولة منفصلة، مش دولة عنها. دولة يعني مش كل شروط طب ايه الضوابط التي لا تتفق معنا؟ او يعني احنا مثلا عندنا ثلاث ايام بقاء في الفندق بوجباته قبل ما يؤدي العمرة. عندنا ودي تكلفة زيادة على المعتمرين في اغلب المستويات الاقتصادية. عندنا بي سي ار، يعني لازم في فحص الكورونا في الذهاب وفحص بالكورونا في العودة تطلبه جمهورية مصر العربية. ودي تكلفة برضو مادية. بس ده ما فيش دولة بتسافرها من غير فحص كورونا، من غير بي سي ار يا أستاذ أشرف، حضرتك عارف. ما فيش حد يقدر يقول إن لا، إن ده ما ينفعش، ده لازم يكون موجود. بس ده بالنسبة لنا إحنا كبرامج ترجمة مالية. بيعلي الكوست، يعني بيعلي أوكي. الحاجة الثانية إن إحنا السن بيطلع نسبة كبيرة جدا من الراغبين في أداء العمرة من المجتمع المصري من 18 ل 50 سنة فقط، بالإضافة إلى أن العدد نفسه هو 20,000 يومي على مستوى العالم الإسلامي. يعني ممكن مصر ما يكونش فيها حظ أكثر من 200-300 شخص في اليوم، إن هم ممكن يؤدوا هذه المناسك بهذه الطريقه. وعشان تقنعي المعتمر المصري ان هو يروح السعوديه وما يعملش العمره مباشره وما يحرمش من نقطه بدايه الاحرام اللي هي الميقات اللي هو في بلده، وعلشان يروح يقعد في السكن بتاعه ثلاث ايام، وعشان ما يخشش كل صلاه للمسجد كما هو معتاد لان في 60,000 فقط للصلاه، في شروط كثيره جدا، يعني شروط استثنائيه. طيب. في هذه المرحله فبالتالي الشركات قررت الا لا، الشركات الحقيقه ما قررتش، واحنا عندنا بوابه معتمده هي التي تعمل لهذه العمره. البوابه دي هي اللي فيها كل شركات السياحه، لابد العمل من خلال شركات السياحه، ولابد ان تنظم من خلال وزاره السياحه وغرفة شركات السياحة. الحقيقة لسه القرار لم يصدر لدينا كيف نتعامل مع هذه الضوابط. هل ممكن أن نكون نحن أيضا في مرحلة طارئة ومؤقتة وأن نبدأ العجلة في التحرك ويروح معتمرين بالعدد البسيط ده اللي ينطبق عليهم الشروط علشان ما نحرمهمش من أداء العمرة اللي يحصل على هذه الفرصة، ولا ننتظر لما تستقر الامور وتنطلق العمره بشكل انت اقتراح يعني انت رايك ايه؟ يعني انت انا رايي انا كراجل بشتغل في هذه المهنه، انا رايي ان احنا نتعامل طالما انها ظروف طارئه، نتعامل ايضا وفقا لهذه الظروف الطارئه باجراءات استثنائيه لبدايه، نتحرك ويتحرك معنا العالم الاسلامي.